سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي، واليوم غادي نشارك معكم واحد التحلية بالكريمة اللي كتجي زوينة بزاف ولذيذة، وكتجي عاقدة، كدار في المناسبات او لا في شي عرضة اللي عندك. غنخليكم مع الفيديو باش تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير ديال هاد التحلية. المقادير ديال التحلية: لتر ديال الحليب، ولتر ديال كريمة ديال الحلوى هذه اللي فيها السكر، وربعة معالق ديال سنيدة، وربعة ديال الفلان ديال الفاني. هذا هما المكونات اللي غادي نحتاج. أول حاجة غنديرها غناخد كاسرونة وغندير فيها هاد ربعة ديال الفلان ديال الفاني. تقدرو ديرو النكهة اللي بغيتو. هنا تقدروا ديروا نص ديال هاد الكيمياء اللي درت، تقدروا ديروا غير نص لتر ديال الحليب والنص ديال هاد الكريمه السائله، وديروا السكر على حسب الذوق، وديروا جوج ديال الساشي ديال الفلون. نخلط دابا، ناخذ شويه ديال الكريمه. نخلطها مع هاد الفلون. هنا تقدروا ديروا نص لتر ديال الحليب ونص ديال الكريمه السائله، وديروا جوج ديال الساشي ديال الفلان، والسكر كيبقى حسب الذوق. انا درت كميه كبيره حيت غنديرهم في المول وغادي نديرهم في الكيسان. جاتني هذه صغيرة، ناخذ شي وحدة كبيرة، ناخذ هذه صغيرة. هذا الحليب اللي بقى، هذا غنزيد هاد السكر، ربعة معالق ديال السكر. ودابا غادي نردهم فوق البوطة باش يغلى هاد الحليب هو الكريمة، غنديرهم بالعافية مهيلة. وهنا درت الحليب والكريمة، درتهم فوق العافية ودرت العافية مهيلة، وغادي يبقى نحرك حتى يبدا هاد الحليب هو والكريمة يبدا يغلي، وغادي نطفي عليها ونحيدها. ها هو دابا راه بدا كيغلي كما كتلاحظوا، دابا غادي نطفي عليه. ناخذ شويه ديال السكر سنيده، درتو فوق البوطه على عافيه مهيله حتى داب داك السكر ولا على شكل كراميل. دابا غادي ناخذهم باش نديرهم في المول. وانا خديت هاد المول اللي كبير، تقدروا نتوما ديروا المول اللي بغيتو. انا خديت هذا ديال السيليكون، درت فيه شويه ديال الكراميل في التحت، وغادي ندير عليه داك الفلون، خديت منه شويه حيتو على جنب باش نديرو في الكيسان. دابا غادي نخوي هاد الفلون في هاد المول، وغادي نخليه حتى يدفى. ما غاديش ندخلو دابا للثلاجه، نخليه حتى يدفى وندخلو للثلاجه باش يبرد. وهنا خديت هاد الكيسان ودرت شويه ديال الكراميل في التحت، وغادي ندير هاد الخليط، وغادي نخليه حتى هو حتى يدفى، وغادي ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا مزيان ونخرجهم. ودابا ملي بردات غادي ندخلها للثلاجه. انا هنا صيبتهم بالليل وخليتهم ليله كامله في الثلاجه حتى بردوا مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديالو ملي حيدتو من المول. تقدروا ديروا المول اللي بغيتو، الشكل اللي عندكم تقدروا ديروه، ماشي بالضروره بحال هذا اولا ديال السيليكون، اولا تقدروا ديروه غير في الكيسان. وهنا التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوه باللي بغيتو. وهاد الفلون كيما قلت لكم كيجي عاقد وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوا هاد الطريقه اللي شاركت معكم اليوم، وغادي يعجبكم بزاف. ونتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق. و الى عجبكم هاد الفيديو، هاد التحليه اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى ديروا ليا لايك وتخليوا ليا شي تعليق. وهذا هو الشكل ديال هاد الكيسان اللي درت معكم، نتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعليق.
وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وبسلامة عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.